السلام عليكم اخوان، ونهاركم مبروك، وتحيه لكم وتحيه لجميع المغاربه خارج الوطن داخل الوطن. تحيه للخوت الحباب في مكانه، تبارك الله اللهم بارك. اليوم كنت واجدوا في حد منابه الاخوان بتاريخ 2024 شهر 1 الاخوان فيه 21، اللهم بارك تبارك الله. دائما كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى المشاهدات الاخوان، على الكومونتيرات الاخوان ديالكم، اللهم بارك تبارك الله. قوم معايا تنعرفوا الاثمنه ديال السوق، الثمن راه كاين الاخوان تبارك الله، الله يبارك. الثمن السومه كاينه بزاف صراحه، السومه الاخوان والله يسر، الله يسر الجميع تبارك الله يا اخوان. احسن اهواجي والمول ادريس تبارك الله، زويد الدهر الله يسهل عليه تبارك الله، الله مبارك. احسن اهواجي تبارك الله، تهلا في الناس اخي تبارك الله يا اخوان، اللهم بارك وزيدك تبارك الله. الحمد لله راه كاين المليح، بقى شويه السوق شويه عيال اليوم الاخوان، والسلعه ما دخلتش بزاف مع هذا الشيء الاخوان اللي كان في قلعه سراغنه وفي نواحي ديال مراكش وشي تنسف الحوزه اخوان، كانت الشتا كانت سلعه داخله قليله والشارت هو قليل الاخوان تبارك الله، اللهم بارك. مدوب الخير هذا اللهم بارك، شحال الخير هذا الله يكبر فيك؟ 57 الاخوان تبارك الله. سمحوا لنا غبرنا عليكم بزاف مع الوقت الاخوان، كما قلنا راه العيا والمرضى الاخوان، الله يشافي جميع المسلمين تبارك الله، اللهم بارك. 57 الاخوان الخير هذا 2850 درهم، 57000 الاخوان اللهم بارك تبارك الله. شحال فيهم من الراس هذه يا ولد الحاج؟ 44 راس تبارك الله، اللهم بارك. ندوروا مع الاخوان باش حتى اللي بغى شي واحد يشوف السلعه كامله وباش يتفاهم مع السيد وشي مشكل، اللهم بارك تبارك الله. انت كما كتشوفوا بالنسبه للعيبه الاخوان، السيد يقلب على راسه باش ما نقدرش انا نقلب وندور ولا شحال، كنوريك هذا الشيء كيبين لي في التليفون كحاجه المعقوله نقولها الاخوان، اللهم بارك تبارك. حنا غنسولوا على العلم والله تبارك الله. العيب ما كاينش، لا والو ما ندوش، لا الحاج حاجه والو تبارك الله، الله يبارك. السلعة مليحة تبارك الله، سلعة واقفة اللهم بارك، والثمن راه كاين في السوق الاخوان الله يبارك. النمرة تعطي لي ولا يعطي لي الدري الاول؟ سير تبارك الله، عطيني النمرة اول حاجة. عطيني 06 66 08 46 70 الله يسر لك امين الله يسخر لك تبارك الله الاخوان، اللهم بارك. المليح كاين اللهم بارك الاخوان تبارك الله. شوفوا الخير هذا اللهم بارك، شوفوا الثمن ديال الخير هذا، الله يسر الله يسر الجميع تبارك الله. كي داير بالحاج؟ هاني لاباس عليك، نهارك مبروك. وبعدا شحال الخير الله يكبر بك. المشرى 66 اخوان، المشرى 66 3300 المشرى ديالها، شحال من راس؟ 8 8 الاخوان اللهم بارك. 66 المشرى الاخوان 3300، هذه مرقده منين بالحاج؟ انا واحد هنا حد تبارك الله، اخواتي غير من نواحي هنا اللهم بارك تبارك الله. مع السوق الاخوان راه كتدخل الغلم، كتدخل البرانيه يعني، كاين ديال الصحراء، كاين كيما كنقولوا مرحبا، كاين ديال التادله، كاين بزاف كيدخلوا هنا النواحي. السوق هذا كيما كنقولوا هنا عالمي يعني، كيجي ليه الناس من بلايص اخرى تبارك الله، الله يبارك. انت انا عارفينك بحال الكذاب، قال لي يا ربي من جيتي؟ معقول الاخر قال لي المشرى شحال؟ تبارك الله اللهم بارك. اخويا ما كاين حتى حاجه، المعقوره هي عطيني 66 مع الشرباح، حنا غنسولو السيد وي المشرى 66، حنا غنسولو السيد شحال عطينو، ترى ما تيقش تبارك الله الله يبارك تبارك الله الله يبارك. سمحوا لنا الاخوان، تيجي عندي السيد لاخر نسولوه، راه هو اللي غيقول لك الشيء اللي كاين. المليح كاين ولكن ترى ما شافش المعقول، عندي اسبع النجوم وصراحه ما شافش المعقول، كنقول لك كلامه هو، حنا غنسولو السيد الاخر هو اللي غيقول لي تبارك الله الله يبارك. غابة انك تدي فيك نظرة خايبة دابا انت، خاصك المعقول 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 لازم الله يستر تمسح والله شي تلاح هكا، انا راه زعيا المعقول راه نخليه المعقول، اخويا راه دينا ب 66 والرباح ما عرفتش رباح ولا لا؟ عطونا الربيح راه فين شارع عندنا الراجل، عطونا 70000 جملة جملة والله اعلم عاود ثاني، عطونا 70000 سمحوا لي يا اخوان انا تيجي وغنسولو الاخوان. سيد جا واحنا كلمة المعقول راه نقولوها، راه حنا بقينا تسولنا، حنا خصنا نوصل للناس معلومة صحيحة. سي محمد ربي يقول لي شحال اللي عاطيك ديال الرباح؟ 6000 ديال الرباح جملة جملة هاكا، الله يرحمه يستلف الاخوة اللي عطاوه في هذه الثمانية وما قنعتوش الحلوية دك. لا حاش هذاك السيد قال هذاك الدري اللي معاه قال لي راه عطاونا 4000 ما كاينش ما كاينش حاجة، الله يرحم والدين هكاك الاخوان. اخوان المعقول اللي كاين، المعقول اللي كاين كلمة الصحة الاخوان راه هي المشرى 66 3300 ريال ما حيدوش لينا، ريال ما حيدوش 3300 المشرى و حتى ريال ما حيدو ليهم، وعطاه 6000 جملة على الغنم كاملة، هادشي اللي كاين. الله يسر لك جبتي سير، قول النمرة الله يكبر فيك. النمرة
06 06 11 11 50 50 77 77 46 46 تبارك الله الاخوان اللهم بارك تبارك الله. احنا ما نقولوش الكلمه اللي نقولوها الاخوان، راه التمر راه كاين والمليح راه كاين. وبالنسبه للبيع شويه الاخوان، راه اليوم مع الشتاء وجو الاخوان، كان البارح كان جو شويه مع الشتاء الامطار، الناس ما جات بهمش، وممكن اللي ما شراش تبارك الله اللهم بارك. نبداو بالخير هذا، شحال الخير هذا الله يكبر بك. 57 و500 باش دينا المشرى. 57 و500 تبارك الله اخوان، المشرى هذا الخير هذا 57 و500 تبارك الله. كدير السي عثمان؟ لاباس عليك، هاني الله يكبر بك، اليوم نورتينا الله يبارك، الله يبارك فيك. كدير هاني؟ الحمد لله. اليوم راه بنتي كاين المليح تبارك الله، بنتي في سلعك ما دخلش بزاف، ها تبيع شويه قليل. البيع كيشريو الناس الله يجعل الله. الله يبارك تبارك الله. شويه الثمن ثاني هاد الشتا كتخلق الثمن، ولكن داكشي ديال الناس كيسولوا عليك ديما، اكثر كيقول لك عمك سلم عليه. اللي يسولوا عليك الله يكبر بك، الله يحفظك، الله يسلم عليه الخير. هادشي اللي كاين، عارفين اللي كاين، دابا الناس عارفين اللي كاين. بحال واحد حاسين سكن صيفطيه واحد الكادو، قال لي ربي ما سلم عليه عثمان تا هو. الله يبارك الله يسلم، الله يحفظك، الله يكبر بك، الله يحفظك، يلا الله يسر. انت تبارك الله اللهم بارك. هذا تبارك الله اللهم بارك، اللهم بارك تبارك الله. كاين المليح الاخوان، كاين الزين، والثمن راه كاين 57 الاخوان 2600 2000 هذاك الشيء اللي كاين تبارك الله. والله يسر. النمر ديالك تقولها لا بغى شي حد، بغيتي اللي بغيتي انت. 06 03 05 18 04 الله يسر. جبتي تبارك الله الاخوان اللهم بارك، وحسلي على اللهم بارك. السلعه تاع هذه الاخوان هذه اللهم بارك، مولاها تنعرفهم والله عمرها دار وكان معقول، السلعه راه تباعت الله يسهل على مولاها. هي غنسولوا الثمن، تباع لك خير الله يكبر تبارك الله. شحال تباع الخير هذا؟ شحال بعت؟ شحال بعت؟ 42 42 الاخوان باش تباع الخير هذا تبارك الله. 2100 درهم اللهم بارك. الثمن راه كاين الاخوان في السوق، والمليح راه بحق صراحه الشيء اللي كاين المليح راه نقولوا تبارك الله. والثمن راه كاين في السوق بزاف، والناس ما متنازلاش، الناس ما متنازلاش، بقى العلف غالي وشي، الناس ما متنازلاش، الكسب للحريف تبارك الله. وعنده حال الخير الاخوان هذا غنبينو، سلعه رقم هذه حشوي، ولا بغى شي حاجه نعطي النمر ديالو، اللي بغى شي حاجه مرحبا به ما عندناش مشكل تبارك الله. الله يبارك. هما الاخوان الاخرين تبارك الله اللهم بارك هما. هذا تقريبا شي 6 هنا الاخوان. شحال هادو توما؟ هذا عطاونا 35 ونص 35 74 ونص تبارك الله اللهم بارك. 35 ونص الاخوان كما كتشوفوا، الله يستر الجميع. تعطيني النمر ديالك اسحب سير اخويا، قول النمر ديالك. 06 90 شحال؟ 90 81 15 84 الله يستر. جبتي 35 و500 تبارك الله الاخوان اللهم بارك. وحس العمليه الاخوان هذه كاليتي ديال السوق اللهم بارك تبارك الله. المليح راه كاين، والثمن الاخوان راه كاين في السوق الله خمس نجوم تبارك الله الله يبارك. شحال الخير ولد الحاج؟ خويا مليون و10 المشرى. لا اه 180 الاخوان المشرى تبارك الله. 180 بحال 90000 الواحد الاخوان، 4000 110000 تبارك الله. هذا عطاه 110 جمله 180 بحال 90000 الواحد، 4500 اللهم. كي داير؟ لاباس عليك. شحال هاد الخير؟ 63 الاخوان تبارك الله، 63000 الاخوان، 3150 درهم اللهم بارك تبارك الله. هما 12 راس الاخوان، عطاك شي ربح فيهم ولا عطاك 63؟ 63 لي تمره، 63 لي تمره هكاك الاخوان، 63 لي تمره اللهم بارك تبارك الله. كاين المليح كاين الزين تبارك الله، الثمن راه كاين في السوق. الله يرحمنا غادي تشوز الخير، نطلبوا الله يرحمنا غادي تشوز الخير. الرئيس تقول النمر ديال؟ النمر النمر. سير ماشي 06 06 08 08 72 72 36 30 36 30